إذا ورد النهي فاجتنبه ولا تسعى له التحريم والكراهة، إذا ورد الأمر فاتبعه ولا تسعى له هل هو للوجوب أو للاستحباب. فالصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم الرسول بشيء ما يقولون يا رسول الله أقصدت الوجوب أو الاستحباب، يفعلون على طول. وأشد الناس انقيادا لأمر الله ورسوله هم أقوى الناس إيمانا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا إيش سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.